بيت اسمه اللوكاندا الحمراء. اللوكاندا الحمراء تاريخ كبير وعريق وعتيق، لانها من عمر 150 فيما اكتر من كده بالذات. اللوكاندا من اقدم الاماكن في غرب اسكندريه، مبنيه على الطراز الاسلامي واليوناني، لصاحبها اليوناني كوستا كومبوناس. كوستا اسسها عن طريق شركه هندسيه مبنيه على اعلى مستوى هندسي، مصمم للبناء المواجه للبحر وعوامل التعريه. اخشاب اللوكاندا مش من مصر كلها، مستورده من بره، جايه من الخارج، من اشجار بره، تواجه عوامل التعريه قدام هواء البحر والملح. حتى المواصفات الهندسيه للانشاء للوكاندا مبنيه على اعلى مستوى. في الجهه المقابله للوكاندا من الناحيه البحريه بيكون في 3 كباين، بيكون في ظهر الكباين تحت اللوكاندا في دور ارضي، هو حاليا دلوقتي مردوم مع عوامل الزمن، كان عباره عن خندق بيحتمي فيه الملوك اثناء الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه.